السلام عليكم أعزائي المستمعين والمستمعات. طبعا ربنا ما بيسيبش حق حد، وخاصة لما تكون ولية، يعني بنت أو ست. ربنا بينتقم وبيرجع الحق دوت أضعاف مضاعفة. قصة النهاردة قصة زوجة اتوفى عنها زوجها، وبدأ أخو زوجها اللي احنا بنسميه الحما أو أخو الزوج بدأ يستغلها ويستغل اللي هي فيه بطريقة مش كويسة وضحك عليها. تعالوا نعرف القصة. البنت اسمها مرجانة، وطبعا الاسم احنا مسمين اي اسم، وكان عمرها تقريبا حوالي 19 سنة. لما جالها واحد كويس جدا وافقت عليه واتجوزته. الراجل اللي كان جالها ده بسم الله ما شاء الله كان ربنا كرمه جدا، وكان عنده تجارة ومحلات وحاجات كتيرة وفلوس. عاشوا فترة حلوة جدا مع بعضهم. في أول سنة أو سنتين ربنا أعطاهم ولد زي القمر، وطبعا استمر الزواج كويس، والراجل كان بيصرف حلو والدنيا تمام، لغاية ما ابنه ابتدى يبقى عنده 15 سنة أو 16 سنة، بتقول إن زوجي تعب تعب شديد جدا وتوفى. الولد كان لسه صغير. بتقول ان كان زوجي ليه اخ واحد بس، وما كانش ليه حد، حتى ابوه وامه متوفيين. بعد ما زوجي اتوفى مين اللي كان بيجي لنا ويتردد علينا؟ اخو زوجي، وكان بيعمل لي كل حاجة وبيجيب لي كل حاجة. وطبعا المحلات بتاع جوزي ما حدش اصلا كان واقف فيها ولا حاجة، فابتدى الوضع بتاعها يسوء. وانا ما عنديش حتى اخوات رجاله علشان يروحوا يقفوا في المحلات والحاجات دي. ابتدى اخو زوجي يستغل الموضوع دوت، ويجي كل شويه كل يوم عندنا ويجيب لنا طلبات ويدفع كل حاجه، حتى ان هو كان بيدفع من جيبه، وكان بيرفض تماما انه ياخد من عندنا اي فلوس. فلانه بيقول لها ان اخوه ده كان وحيد وكان بيحبه، وهو الولد الصغير ده، وانتي في رقبتي وانا مش هقصر معاك. لغاية ما جه في يوم من الايام وقال لها انا يعني هتكلم معاكي في موضوع كده، واسمعيني انت، طبعا بعد ما اخويا توفى بقيتي وحيدة ومعاكي ابن ومش عارفين تعيشوا، فايه رأيك ان احنا نتجوز؟ هنا هي اتصدمت من جرأة اخو جوزها او اخو جوزها اللي مات. ازاي هو يتكلم في موضوع زي كده؟ قالت له لا، انا معتبراك زي اخويا يعني، ومش هقدر اخليك زوج ليا، كمان انا مش بفكر ان انا اتجوز اصلا في الوقت ده. فقال لها طيب يعني انت دلوقتي ظروفكم مش كويسه ووحشه، فانا هدير لك كل حاجه بعد ما اخويا مات. احنا نشتغل فيها وانا هساعدك واكبر لك الدنيا، تمام؟ عفوا. وانا هكبر لك الحاجة ديت والمحلات. وبعد كده ابتدى يجي وقال انا مش معقولة كل شوية اجيلك واروح واعمل واسوي، ما ايه رأيك تعملي لي وكالة انا ادير لك التجاره كلها؟ بعد ما كانت رافضه وافقت وقالت هو كل حاجه ماسكها يعني، وكانت واثقه فيه جدا لدرجه ان هي عملت له وكاله انه يدير كل الحاجات بتاعتها. بعد شهر شهرين ثلاثه بدا الايراد اللي هو بيجيبه يقل شويه شويه، وبدا لما باجي اساله يقول لي اصلا المحلات ابتدت تخسر وابتدت ما يبقاش فيها دخل ومحدش بيجي يشتري، والتجاره كلها ايه مش كويسة، ايه رأيك ان احنا نبيع المحلات كلها لواحد من المنافسين قبل ما نخسر الخسارة الكبيرة؟ طبعا هو سد كل حاجة بالنسبة لها وسد كل الطرق بالنسبة لها، ما خلاش قدامها غير البيع، وفعلا باعت كل المحلات والأملاك بتاعتها، وراح جاب لها شوية من الفلوس وقال لها ده حقك وخليه معاك لغاية ما نفكر هنعمل ايه.
بعد يومين ثلاثة أربعة هو بطل يجي، بطل إن هو يدخل عليهم. فلما ابتدت تسأل عليه عرفت إن هو سافر لدولة أوروبية وعايش حياته. كمان لما راحت تسأل على المحلات والحياة بتاعتها عرفت إن المحلات كانت كويسة وكانت بتكسب كويس، بس أخو جوزها طمع في الموضوع. وطبعا حتى الفلوس اللي هو جابها لها ما جابلهاش نص المبلغ اللي هي كان من نصيبها. فهي طبعا ما عرفتش تعمل حاجة، لأن هو خد نفسه وابتدى يسافر بره وابتدى ينزه نفسه بالفلوس اللي خدها، فاتحسبنت فيه. وعارفة إن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لها كل حاجة وهيعوضها وهيرجع لها كل حاجة. كان ربنا كرمها في الوقت دوت بالمبلغ اللي هو عطاها دوت، فخدت جزء منه وراحت فتحت محل بقالة صغير وابتدت تبيع فيه علشان تعلم ابنها. وعرفت إنه صاحبنا عايش في الدولة الأوروبية واتجوز وخلف من واحدة أوروبية، وابتدى يشغل الفلوس اللي خدها وسرقها منها وكبرها، وابتدت تبقى الأمور بتاعته كويسة جدا. ابنها ما كملش تعليمه لأن شاف أمه تعبانة، فأقرر إن هو يقف مكانها ويبتدي يصرف على البيت. لغاية ما جه يوم من الأيام ومحمد كبر وبقى عنده تقريبا 35 سنة. في الوقت ده ما كانش فيه فلوس عشان يتجوز، المفروض إن هو كبر عشان يتجوز. في اللحظة ديت كنت بدعي ربنا وبتحاسبن فيه اخو جوزي او اللي مات ان هو عمل فيا كده، وعارفه ان ربنا هيرجع لي حق. بعد 20 سنه ما عدت تقريبا سمعت ان صاحبنا دوت اخو جوزها راجع البلد تاني ومعاه زوجته، وناوي يستقر هنا هو وزوجته وابنه. فابتدت عرفت الموضوع دوت سبحان الله وإنشاء القدر، أول ما ينزل بأسبوع يحصل له حادثة ويموت، وطبعا كلهم يتوفوا هو وزوجته وابنه، وساب ملايين. ولأن ابني هو الوريث الوحيد لعمه صار هو صاحب الأملاك كلها سبحان الله. رجعت لنا فلوسنا ورجعت لنا بزيادة كمان. ربنا سبحانه وتعالى كتب لابن الخير، خدهم وابتدى يشتغل فيهم، وربنا كرمه وعمل عقارات وبلالنا كده بيت حلو جدا، قصر كبير، وفرحني واتجوز وربنا عوضه كل خير. القصة بتاعت النهاردة هي قصة الطمع وقصة عوض ربنا سبحانه وتعالى للست دي وابنها بعد سنين طويلة. الطمع عمره ما هيفيد أي بني آدم، نخلي بالنا. وشكرا لكم.